بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة مع كتاب بيليغي كومبروندر. طبعا في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى هذا العنوان كما نلاحظ، اون بان ديليكتريسيتي، عطب للكهرباء. طبعا نتكلم عن عطب كهربائي. طبعا في هذه الفقرة إن شاء الله سنتوقف مع كلمة اون بان. طبعا سنرى استعمالاتها من غير هذا المعنى الذي عندنا هنا. طبعا كما نلاحظ مثلا ممكن أننا نقول plusieurs cas de panne de bateau sont répertoriés chaque année. إذن plusieurs cas de panne de bateau sont répertoriés chaque année. عدد من حالات العطب الخاصة بالبواخر sont répertoriés chaque année. أنها كما نقول تسجل كل سنة. طبعا كلمة répertorié تأتي من فعل répertorié كما نقول فهرسة. عدد من حالات العطب دو باطو للسفن للقوارب سون ريبيرتوري انها تفهرس كما نقول، مقصود انها تسجل شاكاني كل سنه. كلمه بان ستانو فيمينا، اذا هي كلمه مؤنثه، المقصود بها اغي اكسيدونتيل دي فونكسيونمون دي ماشين. اذا نتكلم عن توقف اكسيدونتيل فجائي او انه يحدث فجاه. اغي اكسيدونتيل دي فونكسيونمون يعني للعمل. إذا نتكلم عن توقف للعمل دي الماشين لألمة، بلوكاج دي موتور، كما نقول أيضا توقف لمحرك، تنتكلم على واحد المحرك أنه تبلوكا، بلوكاج دي موتور. أنسيدون ميكانيك، إذا نتكلم عن حادث ميكانيكي، أنسيدون ميكانيك، إذا نتكلم عن حادث ميكانيكي. إذا كل هذه الأمور أنها تدخل في تعريف كلمة بان، إن بان. بعد مرة نستعمل هذا المصطلح طبعا فهاد العبارة، نقول مثلا طومبي اون بان، كما نقول سقط في عطب، المقصود انك تتوقف عن العمل بسبب عطل ما. اذا اتخ اغيطي دون زين اكسيون فوت دو مويان، تتوقف عن فعل ما فوت دو مويان بسبب نقص الادوات، طومبي اون بان اتخ اغيطي دون زين اكسيون faute de moyens. إذن d'où vient l'expression tomber en panne؟ إذن من أين أتت هذه العبارة tomber en panne؟ للإشارة هنا كلمة pan في الأصل تأتي من كلمة أخرى كما سنرى. cette expression est issue du monde de la marine et date du 16e siècle bien avant l'arrivée de l'automobile. إذن هذه العبارة est issue كما نقول أنها تأتي من دي موند دو لا مارين، تأتي من عالم البحرية، تأتي من مجال البحري. اي دات دو سيزيام سياكل، ثم أنها تعود إلى القرن السادس عشر بي افون لاغيفي دو لوطوموبيل، يعني بشكل كبير قبل وصول السيارة. نتكلم عن القرون التي سبقت وقت ظهور السيارة كانت تستعمل العبارة طومبي اون بان اي ديغيفي دو ليكسبرسيون mettre un bateau en panne. إذن هذه العبارة هذه tomber en panne est dérivée أنها مشتقة de l'expression أنها مشتقة من عبارة mettre un bateau en panne، أن تضع قاربا، أو تضع سفينة en panne، أنك تضعها في panne. ما معنى panne؟ كما تلاحظوا هنا في الصورة عندنا مثلا هذا القارب، اذا كما تلاحظوا عندنا بوان دامور، ثم عندنا بوان ديكوت، ثم عندنا لوما، ثم عندنا هاد لا فيرغ وبيان لونتين. طبعا هاد لا فيرغ مقسمه الى جزء يسمى لو كار، ثم عندنا لا بان، ثم عندنا هذا الجزء الاخر يسمى لا بان. هذا هو المقصود في الاصل بكلمه لا بان، مقصود بهاد الجزئية. إذن سولا ديزيني، إذن هذا كان يعني لو في داغيطي، عملية توقيف أو دو غالونتيغ النافيغ، كان يقصد بهذا الأمر ميتخ أن باطو أون بان، أنك تضع قاربا، أنك تضع سفينة أون بان. ما معنى هذا سولا ديزيني؟ إذن هذا كان يقصد به لو في داغيطي، عملية توقيف أو دو غالونتيغ النافيغ، أو أنك تبطئ سفينة pour le réparer،
من أجل إصلاحها أنك توقفها أو أنك تنقص من سرعتها. من أجل ماذا؟ pour le réparer, من أجل إصلاحها أو pour laisser passer d'autres navires devant lui, أو حتى تترك قوارب أخرى، حتى تترك سفن أخرى تمر من أمامها. إذا ممكن أن السفينة تنقص من سرعتها أو حتى أنها تتوقف من أجل إصلاحها أو حتى من أجل تركيب بعض السفن، من أجل تركيب بعض البواخر تمر من أمامها حتى لا تصطدم بها. إذا هذا هو المقصود بهذه العبارة mettre un bateau en peine. ولكن علاش استعملنا كلمة بين هنا؟ علاش استعملنا كلمة بين؟ طبعا في هذا الوقت هذا كانت تستعمل السفن الشرعية بكثرة. إذا au cours des années بين désigne l'extrémité de la vague. كما رأينا قبل قليل، طبعا على طول هذه السنوات au cours des années أثناء عدد من السنوات بين، كلمة بين كديزين التي كانت تعني l'extrémité de la vague، جانب la vague. طبعا كما رأينا بأن كلمة la vague أنها مكونة من la peine ثم مكونة من le car كما تلاحظوا. إذا كما قلنا هنا بين كديزين التي كانت تعني l'extrémité de la vague، كانت تعني جانب الأقصى كما نقول من هاد la vague. longue pièce de bois، إذا نتكلم عن قطعة طويلة من الخشب qui sert التي كانت تستعمل à soutenir les voiles، كانت تستعمل لدعم les voiles، les voiles d'un navire. إذا نتكلم عن شراعات سفينة. est devenu pan. طبعا مع الوقت تغير نطق الكلمة فأصبحت pan بدل pan. ديجا en 1573، إذا من قبل في سنة 1573، ديجا en 1573 on disait، يعني كان يقال، المقصود بأن البحارة كانوا يقولون بوتي لو فون اون بان، بوتي لو فون اون بان. طبعا كلمة بوتي كما نقول أنك تطرد أو أنك تدفع أو أنك تدفع بعيدا كما نقول. إذا هنا عندنا بوتي لو فون اون بان، كما نقول أنك تدفع الريح بعيدا بعيدا لهاد بان، لو فون اون بان، كما نقول تدفع الريح اون بان، لي بان، لهذه القطعة الطويلة التي تسمى بان. سولا سينيفي، إذا عندما نقول بوتي لو فون اون بان، طبعا في حوالي 1573، إذا ديجا أون 1573 أون ديزي، أننا كنا نقول أو أن الناس كانت تقول بوتي لو فون اون بان. سولا سينيفي، إذا هذا كان يعني في ذلك الوقت que l'on équilibrait l'effet du vent sur la voile en l'orientant de telle façon que le bateau s'immobilise. هذا كان يعني بأننا كنا بأننا كنا نوازن. طبعا ليكيليبراج كما نقول التوازن، بأن الناس كانت توازن l'effet du vent، يعني تأثير الريح sur la voile، على الشراع en l'orientant بتوجيهه. طبعا الريح دائما يكون عنده اتجاه واحد، لا يمكن تغيير اتجاه الريح. الشيء الذي يمكن تغيير اتجاهه هو الشراع. الناس كانت توازن تأثير الريح على الشراع بتحريك هذا الأخير بتوجيهه. دو تيل فاسون، كما نقول بحيث أن، دو تيل فاسون، بحيث أن كو لو باتو سيموبيليز، بحيث أن السفينة، بحيث أن القارب سيموبيليز، يتوقف. إذا طبعا كانوا يديرون الشراع بحيث أن تأثير الريح عليه يتوقف، وبالتالي يتوقف القارب. سي او 18 سيكل، سي او 18 سيكل كو لون كومونس ا دير دان باتو ا لاغي كيلي اون بان. اذا ابتداء من القرن الثامن عشر كما تلاحظوا، سي او 18 سيكل كو لون كومونس ا دير، اذا ابتداء من القرن الثامن عشر كو لون كومونس ا دير، بان الناس بدات تقول دان باتو عن سفينه الاغي عند التوقف. ماذا كانت تقول عنها عند التوقف؟ كيلي اون بان، بانها هي اون بان، المقصود بانها متوقفه. اي كو ليكسبرسيون سو بوبيلاريز، اي كو ليكسبرسيون سو بوبيلاريز، وبان العباره بدات تشتهر. اي كو ليكسبرسيون سو بوبيلاريز بور ديزيني بلو لارجومون، بحيث انها اصبحت تعني بشكل اوسع، بور ديزيني
plus largement, بحيث أن أصبحت تعني بشكل أوسع quelque chose d'immobilisé. بحيث أن أصبحت تعني بشكل أوسع أي شيء متوقف. أي شيء متوقف. إذن طبعا هذه العبارة بدأت تنتقل من المجال البحري إلى أي مجال آخر. بعدها l'expression tombe en panne. طبعا بعدها عبارة tombe en panne سقط en panne fait ensuite son apparition dans le milieu automobile. بعدها عبارة tombe en panne fait ensuite son apparition كما نقول أن عملت بعد هذا son apparition ظهورها أن ظهورها تم dans le milieu automobile في وسط السيارات في وسط مجال السيارات كما نقول dans le milieu automobile dès le début du 20e siècle ابتداء من بداية القرن العشرين ابتداء من بداية القرن العشرين بدأت العبارة أن تغزو الوسط السيارات إن صح التعبير الوسط الخاص بالسيارات إلي أجوردوي يتليزي بو بارلي دان أغي سودان إي أمبريفي دان فيكول أو دان موتور اليوم تطور الأمر لأكثر من هذا لتعني التوقف المفاجئ دان فيكول لمركبة ما أو دان موتور أو حتى لتوقف محرك إذن العبارة كما تلاحظوا عبارة طومبي أون بان كيف أنها تطورت من استعمالها البحري ثم تطورت لتعني يعني توقف محرك مثلا أو توقف أي آلة نقول مثلا إلي طومبي أون بان بأنها ساقطة في أون بان طبعا كما رأينا بأن كلمة بان أتت من لا بان طبعا الجزئية الخاصة بهذ القطعة الطويلة من القارب التي طبعا تدعم الشراع طبعا في المجال العامي فاميلي المقصود بكلمة بان أغي مومونتاني دون زون اكتيفيتي ان ترافاي دو ا اون كوز فورتويت أصبحت كلمة بان أنها تستعمل في المجال العامي لنقصد بها توقف نشاط ما توقف نشاط ما أو توقف عمل ما دو ا اون كوز فورتويت لسبب طارئ نقول مثلا نصوم اون بان نحن اون بان كما نقول نحن متوقفون لا سيكريتير اي مالاد لا سيكريتير اي مالاد لا سيكريتير بانها مريضه نصوم اون بان لا سيكريتير اي مالاد اذا نحن متوقفون السكرتيره او المستقبله الى غير ذلك انها مريضه طبعا كلمه بان ممكن انها تنضاف لها بعض التوصيفات ان صح التعبير بان بلس ادجكتيف نقول مثلا بان إلكتريك بان جينيرال بان انفورماتيك بان إلكتريك كما نقول عطب كهربائي بان جينيرال اذا نتكلم عن عطب عام بان انفورماتيك بان انفورماتيك اذا نتكلم عن عطب معلوماتي بان ماجور بان ماجور عطب عام بان ميكانيك كما نقول عطب ميكانيكي بان تكنيك اذا نقول عطب تقني نقول مثلا اون مونتي دي زو Laissons craindre la panne générale d'électricité. Une montée d'eau. Laissons craindre la panne générale d'électricité. Une montée des eaux. إذا نتكلم عن صعود للمياه. طبعا مع الأمطار تتصاعد المياه. إذا laissons craindre. إذا هذا الصعود الخاص بالمياه. Laissons craindre. تاركا تخوفا. تاركا تخوف. تخوف من ماذا؟ La panne générale d'électricité. إذن تاركا تخوفا من عطب عام للكهرباء. دي تيست من 1993 avait déjà mené à une panne générale des radars. دي تيست من 1993 avait déjà mené à une panne générale des radars. نتكلم عن تجارب في 1993 نتكلم عن تجارب ما في سنة 1993 avait déjà mené أنها بسرعة قادت أو أنها من قبل قادت إلى ماذا؟ أون بان جينيرال دي غادار إذن قادت إلى عطب عام على مستوى الرادارات إذن نتكلم عن تجارب معينة أن أدت إلى تعطيل عام للرادارات بعد مرة نتكلم على إتخون بان دو كيلكو شوز أن تكون كما نقول في توقف بسبب شيء ما إذا نقول être en panne de quelque chose être en panne de quelque chose أنك تكون في عطب ب
بسبب غياب شيء ما، أو نقول se trouver en panne de quelque chose، أنك تجد نفسك en panne كما نقول في توقف عن عمل ما de quelque chose بسبب غياب شيء ما. إذا المقصود بها au manque، المقصود بها أنك ينقصك هذا الشيء، المقصود بهذا الأمر أنك ينقصك هذا الشيء لتستمر في العمل. إذا توفر لك هذا الشيء ستستمر في العمل، وعندما ينقصك هذا الشيء ستتوقف. إذا هذا هو المقصود être en panne de quelque chose ou bien se trouver en panne de quelque chose. être en panne de quelque chose مثلا في عبارة pour éviter d'être en panne de batterie، من أجل تجنب أن تكون في خصاص من البطاريات، il faut toujours partir avec de batterie entièrement chargée. Il faut toujours partir avec de batterie entièrement chargée. يجب انطلاق دائما ببطاريتين مشحنة بشكل كامل، أن مشحنة بشكل كامل حتى لا تنقصك البطاريات. إذن pour éviter d'être en panne de batterie، من أجل تجنب d'être en panne de batterie كما ذكرنا قبل قليل، être en panne de quelque chose أنك تكون في خصاص لشيء ما، أنه ينقصك شيء ما. إذن عندنا هنا pour éviter، pour éviter من أجل تجنب ماذا؟ d'être en panne de batterie، من أجل تجنب أن يكون عندك خصاص للبطاريات. مثلا تكون عندك كاميرا وفي مكان بعيد، مثلا وفي مكان بعيد وإذا بالبطارية فارغة، إذن ماذا عليك أن تفعل حتى لا تسقط في مثل هذه الحالة؟ إذن il faut toujours partir، يجب دائما الانطلاق avec de batterie entièrement chargée، يجب انطلاق ببطاريتين مشحنتين بشكل كامل. قبل قليل ذكرنا كلمة pan plus adjectif، ممكن نستعمل كلمة pan plus adjectif زائد نعت أو زائد وصف، pan électrique، pan général، pan informatique، pan majeur، pan mécanique، pan technique. ثم ممكن نقول pan sèche، pan sèche كما نقول عطب جاف، عطب جاف. المقصود بهذا الكلام une pincèche، إذن هاد الصيغة تعني une pincèche désigne l'arrêt d'un moteur à combustion interne quand celui-ci n'est plus alimenté en carburant. une pincèche désigne l'arrêt d'un moteur، إذن طبعا كلمة pincèche أنها تعني l'arrêt d'un moteur à combustion interne، توقف محرك à combustion interne، d'où الاحتراق الداخلي، الذي يعمل بالاحتراق الداخلي ولا يعمل مثلا بالكهرباء. كون سولويسي، عندما هذا الاخر نتكلم عن المحرك، ني بلو اليمونتي اون كاربيرون، عندما لم يعد يغذى بالمحروقات، عندما يجف الريزيرفوار، عندما لم يعد هناك محروقات تغذي هذا المحرك. مثلا نتكلم عن خزان السياره من المحروقات، اذا عندما يجف هذا الخزان المحرك سيتوقف. إذن هذا نسميه une panne sèche، une panne sèche. ننتقل من هذه الاستعمالات المتعلقة بكلمة pan في المجال الميكانيكي والتقني إلى غير ذلك، لنكتشف بأن كلمة pan ممكن أنها تستعمل في مجال آخر. نقول مثلا la graisse de pan، la graisse de pan، la graisse de pan est issue de la région voisine des rognons de porc comme le suif est issu de la région voisine de rognons de bœuf. إذن طبعا كلمة سويف أنها تعني la graisse de bœuf، تأتي من المنطقة القريبة من des rognons، القريبة من كليتي. طبعا ممكن نقول les reins، المقصود بها الكليتين، ولكن طبعا نتكلم عن الكليتين عندما يكون هذا الحيوان مذبوحا، نسميه rognon. التي تسمى la graisse de pan est issue، أنها تأتي من de la région voisine des rognons، تأتي من المنطقة المجاورة. voisine، كلمة voisin تعني الجار، هنا عندنا كلمة وصف la région voisine، إذا نتكلم عن المنطقة المجاورة des rognons، المجاورة للكليتين. طبعا نتكلم عن الكليتين عندما يكون هذا الحيوان مذبوح de porc، إذا نتكلم هنا عن كليتي الخنزير. إذا نعود إلى كلمة rognon كما ذكرنا قبل قليل. Et le terme culinaire
إذا نتكلم عن المصطلح كولينير، ما معنى كولينير؟ كي رابور على كويزين. إذا نتكلم عن الشيء الذي عنده علاقة بالمطبخ، المقصود هي مطبخي. إذا كلمة لورونيون إلو تيرم كولينير، كلمة لورونيون إذا نعرفها هنا بأن إلو تيرم كولينير، كما نقول هنا مصطلح مطبخي. إذا عندما نقول لورونيون المقصود بها أننا نتكلم عن مصطلح عنده علاقة بالمطبخ. إذا لورونيون إلو تيرم كولينير أمبلوي أنه يستعمل بور ديزيني من أجل الإشارة إلى لي غادي زانيمو دو بوشخي، إذا من أجل أن نقصد به كليتي الحيوانات دو بوشخي الخاصة بالمجزرة. بمعنى آخر نتكلم عن الحيوانات المذبوحة، نتكلم هنا عن الحيوانات المذبوحة. إذا لو غونيون إي لو تيرم كولينير، كلمة غونيون هي واحد المصطلح مطبخي. بعد مرات نتكلم على لاغ كولينير، لاغ كولينير إذا نتكلم عن الفن المطبخي، الفن المطبخي. طبعا المطبخ هو فن، فن تقديم الوجبات. لو غونيون إي لو تيرم كولينير إذا نتكلم عن مصطلح مطبخي أمبلوي أنه مستعمل pour désigner les reins des animaux de boucherie من أجل الإشارة إلى كليتي الحيوانات المذبوحة. إذا نقول عنها لو غونيون. طبعا ذكرنا قبل قليل لا غريس دو بان الذي يهمنا كلمة بان، لا بان إي لا غريس أونتورون لي غان أوسي أبلي غونيون دي بور. إذا لا بان إي لا غريس أونتورون لي غان أوسي أبلي غونيون دي بور، الدهون إي لا غريس أونتورون لي غان أوسي أبلي غونيون دي بور. إذا نتكلم عن لا بان إي لا غريس أونتورون، إذا نتكلم عن الدهون المحيطة ب لي غان المحيطة بالكليتين أوسي أبلي التي تسمى أيضا غونيون دي بور. إذا كما نقول كليتي الخنزير. لا بان لوسكيلي تخيطي أشو، إذا هاد لابان إذا نتكلم عن هاد الدهون لوسكيلي تخيطي أشو عندما تعالج بالحرارة، عندما تعالج على الحرارة فيلتخي ثم تصفى أو تفلتر ثم تقطر دون لوساندو، تعطي ما يسمى لوساندو. طبعا نتكلم عن هاد الزبدة المستخلصة من هذه الشحوم تسمى لوساندو. ثم لولار وبيا لابان إي لا غريس فيرم إي بلونج دي بور، إي لا غريس فيرم إي بلونج دي بور. إذا طبعا كلمة لولار وبيا لابان، طبعا نقول لابان، نقول لابان كما ذكرنا، أيضا نقول لولار إي لا غريس فيرم إي بلونج دي بور. إذا كما نقول الدهون الصلبة إي بلونج دي بور والبيضاء للخنزير. هذه الدهون الصلبة البيضاء المستخلصة من الخنزير نسميها بان أو بيان لولار. طبعا الفرق بين كلمة لولار إلى بان أن كلمة لولار ممكن أن تعني حيوانات أخرى أيضا، بينما كلمة لابان أن تعني الشحوم المتعلقة بالخنزير. نتكلم على لاغريس دي بور أو نتكلم عن لاغريس دي كوشون أو نتكلم على لاغريس دي كوشون. طبعا هناك بعض الفرق بين هذ المصطلحين ممكن أننا نتطرق لهما فيما بعد. بعدما تحدثنا عن كلمة بان التي تعني عطل، ثم كلمة بان التي تعني شحوم الخنزير أو دهون الخنزير، طبعا كلمة بان ممكن أن تعني مجال آخر المتعلق بالبناء. نقول مثلا كيل لو بري دون بان ميتاليك، كيل لو بري دون بان ميتاليك. إذا ما هو ثمن اون بان ميتاليك؟ نتكلم عن بان معدني، عادة نتكلم عن لي بان زد أو بيا بان سيغما كما نرى في الصورة. إذا نتكلم عن بان زد، بان زد إي بان سيغما، إي بان سيغما. إذا نتكلم عن هذه القطع الطويلة على شكل زد كما تلاحظوا أو بيا بان سيغما أو التي هي على شكل سيغما. إذا لا بان بوسيد بليزيور نون أون فونكسيون دو لور بوزيسيون دون لا شاربونت. طبعا لا بان بوسيد بليزيور نون أون فونكسيون دو لور بوزيسيون دون لا شاربونت. إذا كلمة بان أنها تأخذ عدة أسماء حسب موقعها في لا شاربونت. طبعا كلمة شاربونت المقصود بها الهيكل، نتكلم عن الهيكل كهذا الهيكل الذي عندنا في الصورة. كما تلاحظوا عندنا واحد المجموعة ديال لي بان، كل بان عنده واحد الاسم. عندنا مثلا لا بان فاتيير،
إذن تسمى هكذا situé au sommet de la charpente d'un toit à pan. إذن نتكلم عن هذه القطعة الطويلة au sommet يعني في قمة de la charpente في قمة الهيكل d'un toit à pan. كما نتكلم عن سقف مائل كما نتكلم عن سقف مائل la pan sablière إذن تسمى هكذا إذن المقصود بها fixé en bas de pente التي يتم تثبيتها في أسفل السقف التي يتم تثبيتها كما نقول هنا في أسفل الميلان أو في أسفل المنحدر نتكلم عن منحدر السقف إذن عندنا هذا السقف منحدر إذن هي تقع في أسفله إذن تسمى la pan sablière ثم عندنا la pan intermédiaire نتكلم عن القطعة الوسطية تسمى la pan intermédiaire située entre la pan filière et la pan sablière إذن طبعا نتكلم عن هذه القطعة التي توجد بين القطعتين السابقتين فيما يخص كلمة شاربونت التي رأينا قبل قليل إن شاربونت إذن هذه المقصود بها إتان أسمبلاج ديليمون أون بوا ميتال أو بيتون إذن نتكلم عن تجميع لمجموعة من العناصر من الخشب والمعادن أو حتى من الإسمنت سيرفون أسوتونيغ التي تستعمل من أجل دعم أو كوفرير أو من أجل تغطية لكونستركسيون إذن دعم أو تغطية بناء أو بنايات إذن تسمى شاربونت طبعا لي بان التي رأينا هي جزء من هاد لا شاربونت من هاد الهيكل الخاص طبعا بالبناء أحيانا نتكلم عن شاربونت أوسوز طبعا كلمة أوسوز تأتي من لوس العظم شاربونت أوسوز إذا نتكلم عن هيكل عظمي نقول مثلا لا شاربونت دي كور لا شاربونت دي كور إذا نتكلم عن هيكل الجسم l'ensemble des parties osseuses du corps مجموع المناطق العظمية du corps المتعلقة بالجسم إذا نتكلم عن مجموع الأطراف العظمية من الجسم l'ensemble des parties osseuses du corps طبعا في الفقرة القادمة إن شاء الله سنستكمل مع بقية الكلمات ثم نرى النص إلى ذلك الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.